نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الصور للعقيد معمر القذافي وهو يزول بسيارته في شوارع العاصمة الليبية طرابلس التي كانت قد تعرضت لغارات جوية من حلف الناتو، وكان قد سمع دوي انفجارات متتالية تلاها قصف من المضادات الجوية، وذلك طيلة نهار اليوم حيث حلقت طائرات الناتو فوق العاصمة الليبية. وقد استهدفت الغارات باب العزيزية الذي يقيم فيه العقيد معمر القذافي. إذن هذه الصور يبثها التلفزيون الليبي للعقيد معمر القذافي يخرج في سيارته عبر شوارع العاصمة الليبية طرابلس بعد الغارات التي تعرضت لها العاصمة طرابلس، ومنها القطاع الذي يوجد فيه باب العزيزية مقر إقامة العقيد معمر القذافي. ونذكر بأن الناتو كان قد جدد اليوم دعوته للعقيد معمر القذافي بالتنحي مؤيدا أو مؤكدا على دعوة مجموعة الاتصال التي اجتمعت أمس بالدوحة والتي جددت الدعوة للعقيد معمر القذافي بالتنحي. إذا نعود مرة أخرى إلى تقرير إلياس كرام، بل نذكر في النهاية بأهم الأنباء التي أعلناها في هذه النشرة.